about the money, what's the deal? Bad bitch in my ear gave me the chill. I'm on another one, she pop another one. I drop another one, I drop another one. We heard that bitch in love. بإمكاني أن يصل إلى هذا الرقم رقم المسلمين. صحيح ممكن لأنه يعني اليوم في مرحلة الإياب أفضل هداف، أفضل حتى من ميسي، توضح لنا قيمة اللعبة هذه. الليدر لما يكون في أحسن حالاته يجر الفريق إلى الفوق، ولا قوة. لو بنزيما كان في أحسن حالاته وكريستيانو كان سيء، الريال ما يكونش في المستوى هذا. لا قوة. تياغو برنابيو في مدريد ومباراة الجولة 29 من الدوري الإسباني لهذا الموسم، ريال يستضيف الفريق الكتالاني جيرونا، مفاجأة هذا الموسم، صاحب المركز السابع في أول موسم له في حضيرة الكبار، الفائز على ريال في كاتالونيا هنالك في برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب. اليوم بكل الطرق وفي كل المناسبات والمباريات حتى أنه أفضل هداف في سنة ذلك الكولومبي. لعب الكرة أسينسيو، دخل أسينسيو، ولولو، نستعيد أسينسيو، رونالدو، ولولو، من أروع ما يكون من بونو، والروعة كانت في الأول من رونالدو. كنت أقول بأن أسترالي أسينسيو، الدفاع بنزيما استلم الكرة، أوبا با 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 جول، كرة من أروع ما يكون من كريم في اتجاه لوكاس فاسكيز. بنزيما في واحد من أسوأ مواسمه في ريال مدريد، وما زال تماما يلحق عليها غارسيا، ما زال، ولولا قوية توني كروس، وجول، با 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 باليسرى يسجل، باليمنى يسجل، بالراس يسجل، مسيو جول، رونالدو يسجل هدف آخر، رونالدو يبقى هداف سنة 2018، يسجل هدفه 19، هدفه 15 منذ بداية السنة، في الأماكن اللازمة وفي الأوقات اللازمة، صاحب ثنائيات عديدة منذ بداية السنة، سجل ثلاثية واحدة وست ثنائيات في سنة 2018، يفتح عداده في هذه المباراة ويسجل جول. لعبة من أروع ما يكون بين مارسيلو وتوني كروس، والتسديدة وتوزيعة رائعة. فاسكيس، لوكاس فاسكيس، رونالدو بتسلل، نعم، وضعية تسلل هنا من كريستيانو، ما زالت الكرة على المولكا وكارباخول، رائعة. أتوقف معكم للحظات قليلة أخبركم براعي هذا المقطع
وهي المدرب الأفضل OSM، وهي لعبة تدريب رائعة سوف تعشقونها. في البداية عليك أن تعلم أن تحميلها مجاني تماما في هواتف الأندرويد وآيOS. بعد تحميلها قم بالتسجيل، وحينها سوف توفر لك عددا هائلا من الدوريات المختلفة من جميع القارات. وأيضا اللعبة بها عدد كبير من الدوريات العربية مثل الدوري السعودي والمصري، وأيضا التونسي والمغربي والجزائري وغيرهم، وأيضا أفضل الدوريات الأوروبية. بهذا يمكنك البدء بفريقك المفضل لتشارك في المنافسات المحلية والعالمية. الممتع في هذا الأمر أن اللاعبين بكامل هيئتهم الحقيقية، وتتيح أيضا شراء اللاعبين من كافة أنحاء العالم. قم بتحميلها الآن وادع أصدقائك للعب معك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ستعشقون اللعبة لأنها ممتعة للغاية. لتحميلها ستجد الرابط في وصف الفيديو. كريستيانو رونالدو هذا الهدف العشرين رونالدو هذا الموسم في الدوري، هدفه رقم 35 هذا الموسم. البلدوزر عاد، رونالدو عاد، قال عنه زيدان بأنه جاء من كوكب آخر. نعم جاء من كوكب آخر هذه الآلة التي تسجل الأهداف. بنزيما في تمريرة حاسمة مرة ثانية، رونالدو باليسرى يسجل وباليمنى يسجل جول ثاني للريال في الدقيقة الثانية من انطلاقة الشوط الثاني. يا سلام، غالقين كل شيء اللاعبين تاع جيرونا، ومع ذلك دخلوا بها اللاعبين تاع الريال في هذه الكرة الرائعة جدا. وينسيو متسلل، رونالدو كان متسلل وطوني كروس متسلل، الحكم ماذا قال؟ هدف لما تضرب في العارضة وتدخل. خروج ياسين بونو كان رائع، هايلة لمارسيلو، كرة خطيرة كريم، لعبة أخرى من أروع ما يكون من كريم. بنزيما لرونالدو، رونالدو للوكاس فاسكيز، لوكاس فاسكيز بيمنى حتى على يسار بونو، وسجل هدف الرابع هذا الموسم، الهدف الثالث للريال. هجمة من أروع ما يكون على الجهة اليسرى هذه المرة، انطلق بنزيما مرر لكريستيانو بدوره للوكاس فاسكيز وبول. شوف اللعبة كان الأصل فيها بنزيما ثم مارسيلو ثم كريم بسرعة مثل ما جاءت، رونالدو رد من هنالك على الجهة اليسرى، تنفذ المخالفة. صعب سازينسيو، التوزيع الرائع، قتلنا فقط اسينسيو، رونالدو غير محدود تماما. كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو يسجل هاتريك، الثلاثية الثانية له في سنة 2018. بالأربعة الريال يضرب أمام جيرونا، رونالدو في أفضل أحواله، رونالدو في أفضل الأماكن، رونالدو في أحسن توقيت. ركلة بنزيما صدها الحارس، وكان بالمرصاد رونالدو مصنع تسجيل الأهداف لريال مدريد في سنة 2018. يبدأ يسجل هدفه 21، يسجل هدفه 17 منذ بداية السنة. يسجل أسقط الكل، مازال ثنائي اليوم، هو كذلك هو يسجل هدف 17 هذا الموسم بالرأس في غفلة من دفاع فريق الريال أمامه الشوق والعشاق الموجودين في سانتياغو برنابيو. من كرة ثابتة لعبت من هنالك، التوزيع في القائمة الثانية، الكل متوقف، شتيواني فعلها وسجلها من أمام كارفاخال، الكرة راحت رويدا ثم الانطلاقة بالهجمة المعاكسة السريعة عن طريق بورتو، زاد في السرعة بورتو وشتيواني ولاتزانو، الدفاع بحث عن لوكاس فاسكيز، كرة خطيرة بونو، يد كرة والبحث بالدرجة الأولى عن رأس
كريستيان ستيواني وخروج مهمة كثير في تنفيذها جرانيل دائما كالمعتاد. يسقط في يتوجه اسكو مع لوكا مودريتش، موكا مودريتش مع جارد بيل، في نهاية المطاف جارد بيل يسجل الخامس والتاسع له هذا الموسم. تمريرة من أروع ما يكون في اتجاه جارد بيل، باليمنى يباغت الحارس ياسين بونو يسجل الخامس، تنفذ باليسرى عن طريق اللاعب جرانيل. مهرجان من الأهداف وجول ثالث لجيرونا، هذه المرة عن طريق خوان بي الذي يسجل كرة